السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم سبعة على سبعة طبعا نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا بمواضيع وأخبار متنوعة من الإمارات السبع مشاهدينا الكرام طبعا دولة الإمارات تولي اهتمام كبير يعني قبل أن نفتتح هذا الموضوع موضوع حلقتنا في البداية والمتعلق بجائحة كورونا حيث أن دولة الإمارات بذلت مجهودات كبيرة أمانة على المستوى المحلي للتصدي لهذه الجائحة وتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرضه وذلك من الرعاية الصحية وتوفير الحياة الكريمة للجميع ولا زالت الجهود أمانة تبذل من القيادة الرشيدة ومن المؤسسات المختلفة على مستوى دولة الإمارات كما كلنا نعرف طبعا الدور الكبير واللا محدود اللي تبذله المؤسسات وحيث تقوم به دولة الإمارات لتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال إنشاء مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية واستخدام أحدث التقنيات لذلك ومن ضمنها أنظمة EDE لكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 وتتميز هذه الأنظمة بمزايا تقنية تكشف احتمال الإصابة بالفيروس من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي لفيروس في جسم الشخص واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي استخدام أنظمة إي دي إي ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 28 28 من يونيو الجاري بمركز التسوق بمراكز التسوق عفوا وضمن فحوصات المناطق السكنية وعند منافذ الإمارة البرية والجوية فعلا كل هذه التقنيات هي تهدف للحفاظ على سلامة المجتمع اللي تبذلها أمانة وإن شاء الله تعالى إن هذه الجائحة تمر على خير وكل الشكر للمجهودات الكبيرة اللي تبذلها القطاع الطبي على مستوى دولة الإمارات مشاهدينا الكرام طيف واسع من الفعاليات التي ستستع... ستسعد الجميع على مدار عشرة أسابيع سيشهدها سكان دبي وزوارها بين الأول من يوليو القادم وحتى الرابع سبتمبر ضمن الدورة الرابعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي التي تمزج بين تجربة التسوق والترفيه والمتعة العائلية جاء ذلك خلال الإعلان من مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد في ذا فويت ذا في نخله جميره دبي للتفاصيل نتابع التقرير التالي جائزة صيف دبي هاي الدوره ال24 لمفاجاه صيف دبي ويمكن احنا التحدي الاكبر كان الدوره الماضيه اللي احنا اطلقناها خلال فتره داون وخلال فتره عوده الحياه للمدينه طبعا كان التوقعات كبيره هاي السنه واشد من الان يعني من ناحيه ان التزام الجمهور التزام القطاعات المختلفه ولكن لله الحمد خلال ال14 شهر هذه اللي مروا اثبتنا كاماره دبي ان احنا قادرين على التاقلم مع جميع التحديات اللي نمر فيها وهذا الصيف يمكن توقعات كبيره بالنسبه لي سواء كان من عدد الزوار سواء كان من الوجهات اللي بتينا سواء كان ايضا من نوعيه الانشطه وادراجها خلال جدول فعالياتنا اذا لاحظتوا مقارنه ايضا بالسنوات الماضيه لان استعدادا للدوره ال 25 لمفاجات صيف دبي ايضا القادمه فبالتالي احنا نهيئ الزوار ايضا لما سياتي في السنوات القادمه من بإذن الله من ومن تغييرات في حدث مفاجأة صيف دبي. طبعا مثل ما قلنا في عندنا قطاع المأكولات تم إدراجها هذا السنة بصورة كبيرة من خلال أنشطة مختلفة قطاع الفنادق تم تفعيله بشكل كبير سواء كان من كل أنشطة قطاع الفنادق سواء كان المواقع الترفيهية اللي فيه سواء كان السباز المطاعم وغيرها وأيضا كذلك المطاعم اللي في المدينة بشكل عام قطاع المأكولات مثل ما قلنا قطاع أيضا الرياضة والصحة حاولنا نفعله خلال فترة مفاجأة صيف دبي وأكيد قطاع التجزئة والفعاليات مثل ما قلنا هو احنا اكسبو حدث كبير لاماره دبي ومهم جدا ومهم جدا ان احنا ايضا نتعاون معاهم للاعلان عما سياتي الحدث الكبير اللي بي خلال الاشهر القادمه هم كان عندهم قبل يومين يمكن الاعلان عن الكاونت داون مالهم ال يوم الباقيه وعندنا تعاون كبير معاهم سواء كان من مفاجاه صيف دبي او ايضا الفعاليات الاخرى اللي بتي بعد اللي تلي مفاجاه صيف دبي وإلى رأس الخيمة مشاهدينا الكرام في إطار توفير أعلى درجات السلامة الغذائية وضمن سلامة المنتجات ألزمت دائرة بلدية رأس الخيمة كافة المصانع ومحطات تحلية المياه في الإمارة بتطبيق أنظمة سلامة الأغذية كنظام الهاسب سنتعرف أكثر عن هذا القرار وعن نظام الهاسب مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة شيماء محمد الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة مساء الله بالخير مساك الله بالخير اخوي عبد العزيز. يا اهلا وسهلا في البدايه ما هي يعني في البدايه ما هي الطرق التي تقومون باتباعها لتوفير على درجات السلامه الغذائيه وضمان سلامه المنتجات؟ مثل ما تعرف اخوي عبد العزيز اماره راس الخيمه حاليا الحمد لله وضعت خطط لتطوير جميع البرامج وانظمه التفتيش التابعه لها. آه ومن ضمن آه اجراءات التطوير آه تم تطبيق نظام التفتيش والرقابة المبني على تقييم آه المخاطر تقييم آه المخاطر وايضا درجة آه خطورة المنتج في, في المنشآت الغذائية الذي انعكس بدوره على صحة سلامة المستهلكين ومنح اولوية الزيارة للمنشآت الغذائية وهذا بدوره انعكس على المنشآت آه من خلال الاستفادة القصوى من الموارد البشرية وايضا الموارد المادية لديها آه كما يتم تعزيز الرقابه في المنشاه في, ال... في الاسواق المحليه آه من خلال آه وضع خطط ممنهجه آه آه لفحص العينات آه بالنسبه للعي... للاغذيه المتداوله بالسوق المحلي وايضا للاغذيه الوارده آه عبر منافذ آه الاماره وايضا يتم مسح تم وضع مسحات دوريه في هذه المراحل كلها ناخذ عينات ونتاكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الاماريه الاماراتيه عفوا نعم ممتاز اليوم لو نتحدث كذلك عن نظام الهانسب والمعنى والمعنى عفوا بطرق وعمليه التدقيق الداخلي لو تحدثينا اكثر عن هذا النظام وهذا البرنامج بشكل اكثر مثل ما تعرف هو نظام يعني نظام الهسب نظام كل الشركات تقريبا المصنعة للأغذية عارفينه وبالذات يعني الشركات الكبيرة كالمصانع ومصانع الأغذية مصانع المياه والأغذية ولكن خلال الفترة الأخيرة توجهت إمارة راس الخيمة أيضا لتضمين محطات تحلية المياه ضمن هذا البرنامج لضمان جودة وسلامة المياه المصنعة فيها وطبعا هذا النظام مبني على تحليل تقييم المخاطر مع التحكم بها من خلال تحديد النقاط الحرجة التي يمر بها المنتج خلال مراحل إعداده أو تصنيعه وتغليفه وتعبئته أو نوع المخاطر هاي اللي هي نوع أو اللي تسبب ممكن تلوث المنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التلوث التبادلي أو أي نوع من أنواع التلوث اللي يحصل للمنتج بعد ذلك المشاة تقوم بوضع إجراءات وعمليات للتحكم في مثل هذه المخاطر اللي تطرا لها خلال عمليات التصنيع وتتم متابعتها ايضا بوضع اجراءات تصحيحيه وكذلك تقيم كفاءه برامج اللي وضعتها اللي كبرامج تصحيحيه كاجراءات تصحيحيه او برامج وقائيه نعم طبعا جاء هذا التوجه بعد النجاح الذي حققه تطبيق انظمه سلامه الغذاء على الفنادق كيف رايتم تجاوبه معكم آه ما شاء الله الفنادق الصراحه من البدايه يعني تقريبا الفنادق بدات معانا من قبل ثلاث سنوات او اربع سنوات ملتزمه بنسبه 100% وعدد المنشات تقريبا حاليا آه 40 منشاه مطبقه بشكل كامل لانظمه آه سلامه الاغذيه. جميل في اي كلمه اخيره حابه تضيفينها؟ اشكر يعني قناه الفجيره لتواجدها الدائم معنا واطلاعها على جديد اماره راس الخيمه فيما يتعلق بسلامه الاغذيه، شكرا لكم على هذا الاستضافه. هذا واجبنا وشكر موصول لكم، شكرا لك الاستاذه شيماء محمد الطنيجي مدير اداره الصحه العامه في بلديه راس الخيمه، شكرا لك. شكرا لك استاذ الله يحفظك. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية. نجح نادي خرفكان الرياضي الثقافي في الحصول على أربع مواصفات لتحقيق الجودة العالمية ويعتبر أول نادي على مستوى الدولة يحصل على أربع مواصفات لتحقيق الجودة في العمل الإداري والتطوير المستمر. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو الأستاذ عمر محمد النقبي نائب رئيس اللجنة الاستراتيجية في نادي خرفكان الرياضي الثقافي، أهلاً وسهلاً فيك. وسعداء بتواجدك استاذ عمار معنا والف مبروك على فوزكم بهذه المواصفات. يعطيك العافيه ومشكور اخوي على الاستضافه في هذا هذه القناه المميزه وهذا البرنامج. واحنا سعداء بتواجدنا وياكم في هذا البرنامج. جميل، طبعا كتبتم باربع مواصفات عالميه للجوده نعم. في نادي خورفكان لو تحدثنا عن هذه المواصفات. ممتاز، بخصوص المواصفات احنا حصلنا على اربع مواصفات المواصفة الأولى اللي هي إدارة الجودة اللي هي 9000 واحد تشمل اللي هي تنظيم العمل الإداري والعمليات الإدارية في النادي وفيها العديد من الأشياء وعندنا المواصفة الثانية اللي هي إدارة البيئة اللي هي 14000 واحد وتشمل اللي هي ترشيد ترشيد النفقات والمحافظة على الموارد البيئية والمواصفة الثالثة اللي هي مواصفة الصحة والسلامة المهنية محافظة على الموظفين واللاعبين والإداريين والمواصفة الرابعة اللي هي أول نادي لك الحمد اللي حصلنا على المواصفة على مستوى الدولة اللي هي المسؤولية المجتمعية المؤسسية اللي هي 26 ألف وهي تطرقها في وصول المجتمع النادي وتطبيق أفضل الأنشطة والممارسات والمبادرات لمجتمع المدينة والمنطقة بشكل عام جميل طبعا بذلتم مجهود كبير أنكم تأخذونه في وقت قياسي مجهودات كبيرة لو تكلمنا عن هذا المجهود وهل أخذتموه في وقت قياسي؟ ممتاز بخصوص إحنا من أول تشكيل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة الاستراتيجية في في النادي تم وضع خطة خطة بعيدة المدى وخطة قصيرة المدى بالنسبة لخطة قصيرة المدى أن عندنا مجموعة من الاهداف ان نحققها خلال الفترة آه القادمة، فمن ضمنها اللي هي نشوف افضل الممارسات آه اللي تنظم لنا العمل الاداري آه في النادي، فبالتالي هيئة آه المواصفات العالمية اللي هي تعتبر يسموها الايزو، آه نشوف شفنا شو مع مجلس الادارة وادارة ورؤساء اللجان، شو افضل الممارسات اللي احنا نقدر نتطور فيها وناهل النادي لافضل آه السبل. فحققنا اللي هي شفنا المواصفات الاربع اللي هي نفس ما تفضلت اللي هي اداره الجوده واللي تركز على تنظيم العمل الاداري وهذا كان من اساسيات النادي لازم احنا ننظم العمل الاداري شميل. اساس عقب نحقق الاهداف اللي نطرخ لها فحطينا خطه في تحقيق هذه الاهداف حطينا بعض الاساسيات بالنسبه شميل. لتوزيع الفرق بالنسبه للمتطلبات الوثائق المطلوبه توحيد النماذج وضع الاهداف خطه تحقيق الاهداف وغيرها من الاشياء كلها حاولنا ان نحطيها وفق خطه زمنيه لين انجازها باسرع وقت ممكن. متفق. الحمد لله حتى يعني ما كانت الجائحه كانت طريقه عادت عليكم نوعا ما بالعكس الجائحه كانت الطريقه سهلت علينا ما شاء الله اللي هي التواصل مع الشباب والاجتماعات اللي عن بعد وسهلت سهلت يعني الامور اي نعم كانت عكسيه نتائجها اي نعم فالحمد لله حققناها بزمن قياسي وكان دعم من مجلس الاداره ومجلس الشارجه الرياضي ان تطوير الانديه الرياضيه بشكل عام مستوى الامارة ومجلس الاداره يركز ان نحصلها بزمن قياسي فجزاهم الله خير ومشكورين على الدعم وانتم تستحقون هذا بمجهود امانه جبار اللهم لك آه انكم خذيتوا لو نروح نسالكم اليوم اهميه حصول النوادي الانديه الرياضيه على هذه الشهادات وهي شهادات فعلا لها قيمه خاصه للانديه الرياضيه ممتاز هي لها قيمه كبيره سواء كانت الانديه الرياضيه او لا جميع المؤسسات سواء حكوميه او قطاع خاص ونلاحظ ان بتشوف الجهات اللي تحصل على هذه المواصفات بيكون لها شان كبير او مثلا الريت مالها يكون اكبر من المؤسسات اللي ما تكون حاصله على هذه المواصفات لان هي تمشي وفق منظومه واضحه لها خطط واضحه ويتم تدقيق عليها بشكل مستمر، فبالتالي هذه المواصفات يكون فيها جهه خارجيه تدقق هل انت مطبق هذه الاساسيات وكل فتره يجون ويشيكون على هذه المعايير وهذه المتطلبات اللي في المواصفه، فهل انت محققينها بشكل صحيح او لا؟ فبالتالي تكون احيانا تكون فيها منح واحيانا تكون فيها حالات عدم مطابقه احيانا تؤخرك انك تحصل على المواصفه، فالحمد لله اللهم لك الحمد حققنا المواصفه بدون اي حاله عدم مطابقه اه مع فريق عمل متميز اه اه وهذا تدعم الانديه بشكل عام يعني سؤالك تفضلت فيه ان تدعم الانديه في توفير بنيه تحتيه اداريه قويه فبالتالي انت هذا هذه البنيه التحتيه تكون مردودها على اللاعبين وعلى النتائج سواء كان فرديه او جماعيه وعلى المجتمع في المبادرات والانشطه اللي يقوم فيها النادي للمجتمع. ممتاز، اليوم نتكلم على تركيز النادي وعلى حرص النادي على تحسين الاداء بشكل مستمر. نعم. طبعا تحسين الاداء من من خطه تكون اللي هي التحليل وضع النادي بشكل بدائي او مبدئيا عقب وضع الخطط الخطه الاستراتيجيه الرئيسيه للنادي فتحط لك تكون لك رؤيه تواكب الرؤيه اللي توضعها يضعها مجلس الشارق الرياضي تكون لك رؤيه واضحه في النادي ورساله واهداف وقيم وهذه الاهداف تدعم اللجان والانشطه اللي تقوم فيها، وبالتالي احنا رؤيتنا تكون بعيده المدى او اهدافنا تكون بعيده المدى وتحط نحط لها اهداف تشغيليه نحقق هذه الاهداف الاستراتيجيه اللي نحطينها في الخطه الاستراتيجيه، فبالتالي تكون عندنا انشطه داخليه وعمليات توصلنا للاهداف اللي بعيده المدى اللي احنا ان شاء الله نطمح لها مع مجلس الاداره ان شاء, ل... شاء الله. في هذا ممكن نقول ان المؤشر او المؤشرات العمل المؤسسي هي تمهيد لتحقيق الاستراتيجيات اللي تسعى لها المؤسسات؟ بلا شك المؤشرات الاستراتيجيه هي المقياس الرئيسي في وضع خارطه الطريق انت وين واصل بالنسبه للعمل فبالتالي اي مبادره او اي نشاط سواء كان كبير او صغير على فئه بسيطه من المجتمع او على اللاعبين او فئه كبيره لازم نحط لها مؤشرات الاداء فبالتالي نقيس الاثر والنتيجه من هذه هذه المبادره. وبالتالي نعكسها على العمليه الاداريه، اذا هل شغلنا صحيح او لا فتكون لها مؤشرات، نشوف وين واصلين، هل احنا حققنا المستهدفات الموضوعه او لا، عقب نوصل للمؤشرات الاستراتيجيه وهل احنا ياسين نشتغل على هدفنا الاستراتيجي او لا حققناه، فبالتالي في جلسات مراجعه او تدقيقات على المؤشرات بشكل عام بشكل ربع سنوي في النادي، نراجع جميع المؤشرات وكم نسب تحقيقها. وهل احنا حققنا المستهدفات او لا وحتى في حف... بعدنا يوم يكون عندنا اسباب مؤشرات لم يتم تحقيقها يكون في تسبيب لهذه هذه المؤشرات ونراجعها بشكل دوري ونحط لها خطط عشان نحقق المستهدفات اللي موضوعه طبعا هذا الانجاز والكثير من الانجازات اللي تحققها نادي خرفكان على المستوى الاداري وحتى على المستوى الرياضي فهو بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على للاتحاد حاكم الشارقه، فاكيد توجيهات سموه ودعمه كان له حيز كبير وكان له دور كبير في هذا النجاح. نعم، لا شك ابونا الشيخ سلطان وامنا الشيخه جواهر داعمين منظومه تطوير الانديه بشكل عام، الرياضيه والثقافيه والمجتمعيه بشكل عام. وهم هذا الانجاز شيء بسيط بالنسبه لمرد للرد لهذا الجميل اللي هم يعطونه اياه فبالتالي هم من 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 دعمهم الدائم لهذه الانديه او لنادي خورفكان ف واهتمامهم في المجتمع والشباب و, و... واغتنام الوقات... اغتنام اوقات الشباب هذا في النادي في الرياضه وفي الثقافه فهذا كان, هذا كان له دور كبير في في هذا التحقيق كان لنا يعتبر احنا نفس الداعم الاساسي لاهدافنا الفتره الجايه وهاي طبعا المواصفات الاربع هذه جزء من الطموح اللي نطمح له او جزء من الانجازات اللي واضعينها ان شاء الله وفي انجازات قادمه قادمه ان شاء الله في القريب العاجل إن, ان شاء الله تعالى طبعا في الفتره الاخيره شفنا نادي خرفكان استضاف الكثير من البطولات المحليه وكذلك القاريه كيف تشوفون أهمية استضافة هذه البطولات شو الإضافة اللي تحققها لكم طبعا الحمد لله هذه من ثقة الاتحادات الأسيوية في النادي أو بشكل أول على دولة الإمارات والشيء الثاني على نادي خورفكان قوة البنية التحتية قوة التنظيم والعمل الإداري بالنسبة للنادي ف... هذا الشيء بالعكس احنا يجعلنا كل سنه وسنه نستضيف اكثر من من بطوله، طبعا هذه اخر بطوله كانت كاس العالم لكره الصالات، وتم نقله على جميع القنوات المحليه والعربيه والعالميه. وبالاضافه الى ان المنطقه بعد زال الله خير ابونا الشيخ سلطان احيا او اعاد تصميم المنطقة وجعلها منطقة جميلة فعلا. للسياح ولل من المناطق في مش في دولة الامارات فقط بل على المستوى القاري كذلك نعم ف... فارت عروس <applause> نعم فالحمد لله ان هذا الشيء دعم توجهات يعني الاندية والاتحادات للنادي فبالتالي البطولة البطولة الدولية لل لكرة الصالات بعد ما استضفناها صارت لنا السنة الثانية استضافتها فهم من ثقة الاتحادات أو البطولات بشكل عام تواجدهم عندنا في النادي فاللهم فلل... لك الحمد وإن شاء الله نحاول نصيف أكثر عدد من البطولات لأن هذه لها اكثر من جانب او اثر على كثير من العوامل. كيف ممكن العوامل اللي تفيد النادي في آه هذه البطوله؟ ممتاز آه اول شيء اللي هي تقويه البنيه التحتيه فبالتالي احنا الحمد لله عندنا بنيه تحتيه قويه وبالتالي تقويتها بشكل اكثر. الشيء الثاني احتكاك اللاعبين عندنا والشباب الموجودين مع اللاعبين الاجانب والمحترفين والمنتخبات هذه فبالتالي يزيد مستواهم كلياقه كقوه كمرونه حسب بمختلف الرياضه الموجوده. وكيف البر... اعتماد البروتوكولات اللي احنا لازم تصطي... تتسم فيها في في استضافه هذه, ال... هذه 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 البطولات فبالتالي لها جوانب وايد ايجابيه وحتى للمنطقه من جو... جوانب سياحيه اقتصاديه ان زياره وزراء مثلا الرياضه كان الوزير الرياضه العراقي كان موجود وزار المنطقه واثنى على المنطقه وعلى التنظيم وعلى ال... على آه البنيه التحتيه الموجوده في النادي آه وزياره اكثر من آه من مسؤولي الاتحادات آه للمنطقه وهذا آه ي... يعطي حافز يعطي حافز وتحدي كبير. كبير ان احنا آه نستضيف اكثر عدد آه عدد اكثر من البطولات والفعاليات ان شاء الله انتم قادرين ان شاء الله على ذلك آمد. في اي كلمه اخيره حاب اضيف الاستاذ عمر والله احنا نشكركم نشكركم على الاستضافه ونشكر ردد عد عيد شكري للشيخ سلطان على دعمه للرياضة ومجلس الشارجة الرياضي له دور كبير في متابعة الأندية ودعمها ماديا ومعنويا وتدريبيا وغيرها من الأشياء ومجلس الإدارة في النادي مجلس متميز في في تنب تنب تبني جميع جميع الاشياء اللي والشفاء. ممكن تغير او تكون عندك نقله كبيره في النادي سواء من التطبيق افضل الممارسات نقل افضل صوره او جميع عمل افضل مقارنه معياريه مع جهات وبالتالي تطبيق هذه الممارسات عندنا في النادي عشان نوصل للرياده ان شاء الله. ان شاء الله تعالى، شكرا لك الاستاذ عمر محمد النقبي نائب رئيس اللجنه الاستراتيجيه في نادي خرفكان الرياضي الثقافي، شكرا لك استاذ عمر لا فيه لا فيه. ولنا لقاءات وان شاء الله تعالى من تقدم الى تقدم. جزاك الله خير شكرا, شكرا لك. الله مشاهدينا الكرام كنا اليوم او حظيت قناه الفجيره باستقبال المستشفى السعودي الالماني، حيث خصص المستشفى السعودي الالماني في عجمان اسبوعا لمكافحه السمنه، واقيمت ولا فعالياته في مقر تلفزيون الفجيره صباح اليوم للتنبيه عن اخطار ومشاكل السمنه، وما كما لها من اثار رئيسيه وسلبيه للجسم والامراض المزمنه. نتابع معكم المزيد في التقرير التالي. النهاردة علشان بمناسبة أسبوع السمنة اللي احنا عاملينه في مستشفى السعودي الألماني في عجمان يوم الأربعاء والخميس الجايين احنا النهاردة هنا في تلفزيون الفجيرة علشان خاطر نفحص العاملين في التلفزيون بما يتعلق بمرض السمنة بنفحص وزنهم ومعدل كتلة الجسم وبنديهم النصيحة المناسبة ليهم لكيفية إنقاص الوزن عندنا إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس في فحص مجاني للوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وفحص في السكر في الدم والضغط وعلى اساسه المريض بيقابلني أديله النصيحه المفترض ان هو يتبعها علشان ينقص وزنه ان كانت مجرد تظبيط الدايت او النشاط الرياضي او مثلا تدخل زي تدخل البالون او العمليات زي قص المعده وتحويل المسار هي حملة توعوية للقضاء أو الحد من أثار السمنة السمنة مرتبطة بأكثر من 230 مرض آه زي مرض السكري من النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم وفي تقارير كتير كمان بتشير إلى ارتباطها بأنواع من السرطانات زي سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان البنكرياس بننصح ان شاء الله ان هم يشاركونا باذن الله في اسبوع التوعيه في مستشفى السعودي الالماني في عجمان الفحص طبعا مجاني علشان خاطر نساعدهم في الوصول لصحه افضل وفي نفس الوقت دايما بننصح بان هم يمارسوا الرياضه بطريقه مستمره ويلتزموا بالاكل الصحي ويحاولوا يوفروا البيئه الداعمه لنقصان الوزن حواليهم. ان شاء الله لنصائح ومعلومات أكتر عن السمنه تابعونا يوم الخميس الجاي الساعه 3:30 على صفحه الفيسبوك لمستشفى السعودي الالماني في عجمان. أطلقت دار للثقافة الإسلامية مسابقة قيامنا بعيون المبدعين تدعو من خلالها الموهوبين والمهتمين لتجسيد القيم الإخلاقية والإنسانية بمختلف إبداعاتهم في رسم اليدوي والإلكتروني وتصميم الجرافيكس والتصوير الضوئي لتعرف أكثر عن هذه المسابقة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ فهد أحمد الحمادي ضابط علاقات عامة في دار زايد للثقافة الإسلامية مساك الله بالخير مساك الله بالنور والصروخ يا عبد العزيز يا اهلا وسهلا في البدايه لو تخبرنا اكثر عن هذه المسابقه وما هي الفئات التي تتضمنها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا في البدايه نشكر لكم اتاحه هذه الفرصه لنا للتعريف بالمسابقه ودعمكم المستمر للفعاليات والانشطه المجتمعيه المقامه في الدوله. مسابقه قيمنا بعيون المبدعين هي دعوه من دار زائد الثقافه الاسلاميه للموهوبين والمبدعين انهم يتنافسون في تجسيد ثلاث قيم اخلاقيه حث عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الرحمه السلام. وحسن التعامل مع الناس وإماطة الأداء عن الطريق المميز في هذه المسابقة أنها تتيح المشاركة للموهوبين والمبدعين بمختلف إبداعاتهم في مجالات التصوير الفوتوغرافي تصميم الجرافيكس والرسم بجميع أنواعه بحيث أن كل مشارك بإمكانه المشاركة بأي فرع لتجسيد أي قيمة بأي موهبة يتمتع فيها من الأفرع المذكورة جميل لو نتحدث إلى ماذا تهدفون طبعا خلال إقامة مثل هذه المسابقة دار ذات الثقافة الإسلامية تهدف من خلالها هذه المسابقة إلى تعزيز القيم الإسلامية تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التعايش والحوار في المجتمع بالإضافة إلى أن الدار تسعى إلى تجسيد رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية تعزيز هذه الأخلاقيات وهذه القيم ما هو إلا امتثال لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على يد له الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه بسبب دور هذه القيم المهم في بناء واستدامه الاوطان طبعا في شروط معينه تم وضعها للمشاركه في هذه المسابقه لو تحدثنا عن هذه الشروط بقدر الامكان الشروط كانت جدا بسيطه لضمان اتاحه المشاركه لاكبر قدر ممكن من الموهوبين والمبدعين، بالنسبه للاشتراك في المسابقه طبعا تم عبر حساباتنا الرسميه في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي زد اتش اي تي نشر القيم الثلاث والاحاديث النبويه الشريفه اللي تحث على هذه القيم والمطلوب من المشارك اختيار اي قيمه وتجسيدها وارسال مشاركته على البريد الالكتروني ايضا اللي تم نشره سوشيال طبعا اهم شروط المشاركة أن يكون المشارك من مواطني الدولة أو المقيمين فيها وأن يكون من متابعي حسابات الدار في وسائل التواصل الاجتماعي وأن يكون محتوى المشاركة يوافق مقصد الحديث الشريف المنشور والقيمة الأخلاقية أو القيم الأخلاقية المنشورة أما بالنسبة للفئة العمرية المشاركة مفتوحة لجميع الأعمار وما تم تحديد عمر محدد للمشاركة ممتاز لو نتحدث كذلك عن الجواز اللي تم طرحها في المسابقه بالنسبه للجوائز تم رصد جوائز قيمه طبعا تقديرا للجهود المبذوله في انجاز هذه الاعمال الابداعيه ايضا تم الاعلان عنها في حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي كان للمركز الاول مبلغ 5000 درهم للمركز الثاني مبلغ 3000 درهم وللمركز الثالث مبلغ 2000 درهم. جميل في اليه معينه لاختيار الاعمال الفائزه؟ طبعا الموعد النهائي لاستلام الاعمال من تاريخ الاعلان هو تاريخ 8 يوليو ان شاء الله بعد استلام جميع المشاركات بيتم عرضها على لجنه تحكيم مختصه في كل فرع وبيتم ترشيح افضل ثلاث اعمال من كل فرع وبعد ذلك بيتم عرضها في وسائل التواصل الاجتماعي للتصويت يعني بيكون عندنا تسع اعمال فنيه معروضه في حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الفئات وبناء على تصويت الجمهور ونسبه مخصصه طبعا بتكون للج للجنه التحكيم بيتم الاعلان ان شاء الله عن الفائزين بتاريخ 15 يوليو ان شاء الله تعالى في اي كلمه اخيره حاب تضيفها؟ طبعا ادعو الجميع للمشاركه المشاركه ما ما تتطلب يعني مات مات الطلب يعني, يعني شروط معينه او شروط معقده للتسجيل كل المطلوب من اللي يرغب بالمشاركه فيها الاطلاع على احكام والشروط والقيم الاخلاقيه المحدده وان يرسل العمل الفني على البريد الالكتروني بعد ايضا ادعوهم انهم يتابعون حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي زد اي سي اي تحديث يكون على المسابقه يكونون على اطلاع عليه وبدنا الله اتمنى التوفيق لجميع مشاركين وبنكون سعداء جدا بمشاهده اعمالهم وتنافسهم في مختلف المجالات الابداعيه. ان شاء الله تعالى، شكرا لك الاستاذ فهد احمد الحمادي ضابط علاقات عامه في دار زايد للثقافه الاسلاميه، شكرا لك. اكرر اكرر شكرا لكم مره ثانيه وجزاكم الله خير على هذه الفرصه. حياك الله اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره ثانيه اطلقت غرفه تجاره وصناعه الشارقه منصه غرفه الشارقه للمسؤوليه المجتمعيه وذلك بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤوليه المجتمعيه وبيئه ومصرف الشارقه الاسلامي وجاء ذلك خلال الحفل الذي يقيم صباح اليوم في مقر الغرفه نتابع معكم المزيد في التقرير التالي طبعا اليوم يتلي اطلاق غرفه جاو صناعه الشارقه لمنصه المسؤوليه المجتمعيه نحو دورها المجتمعي والاجتماعي والخيري والانساني نحو تقديم الدعم لجميع الجهات الخيرية في دولة الإمارات وإمارة الشارقة يمكن موضوع المسؤولية المجتمعية هو مسؤول كبير وخاصة يحتم على كثير من الشركات والمؤسسات إبراز دورهم وتأتي هذه المنصة استكمار لهذا الدور وإبراز دور الشركات سواء الصناعيين والتجاريين والمهنيين في إمارة الشارقة من خلال هذه المنصة لإبراز دورهم من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والمادي والمعني والخيري يمكن الجائحة اليوم يتحتمت علينا إبراز هذا الدور يمكن كثير من الشركات لديها عدة أدوار نحو المسؤولية المجتمعية ولكن لا يتم إبرازها وتطويرها وإبرازها بالشكل المطلوب فهذه المنصة بتكون داعمة لهذه الشركات وأيضا من خلال تقديم الورش والدورات التدريبية لهذه الشركات نحو إبراز دورهم المجتمعي طبعا الجهات المتعاونة اليوم ويانا نحن عندنا ممثلين طبعا وسائل الإعلام اللي هم لهم دور أيضا يقع عليهم عاتب لدينا عدة شركات كبيرة اليوم موجودة معانا في إمارة الشارقة وأيضا هناك عدة مصانع وعدة شركات أيضا حتى المراكز التجارية والأسواق المركزية أيضا مشاركين في هذه المنصة فله الحمد طبعا المنصة هي مفتوحة لكل الأعضاء المتسمين في غرجة وزنعة الشارجة وأيضا هناك تنسيق كامل مع القطاع المحلي والاتحادي وأيضا القطاع الخاص لإبراز دور هذه المنصة تم بحمد الله اليوم اطلاق منصة غرفة الشارقة المسؤولية المجتمعية والتي تعنى بترسيخ مفهوم ومبادئ المسؤوليه المجتمعيه في المجتمع بشكل عام ومجتمع الاعمال بشكل خاص. تزامنا مع رؤيه حكومه دوله الامارات عندما اطلقت في عام الخير عام 2017 مسار يعنى بالمسؤوليه المجتمعيه واهميه ترسيخها في المجتمع وخاصه لدى الشركات قامت غرفه تجاره وصناعه الشارقه بالعديد من المبادرات. غرفه الشارقه يعني منذ قديم الزمان أو منذ تأسيسها وهي لها مساهمات جدا كبيرة وفعالة في مجال المسؤولية المجتمعية وتشجع الشركات لكن من بعد إطلاق مسار من الحكومة يعنى بالمسؤولية المجتمعية شيء رسمي بدينا بوضع هيكل أو خطة لمنصة غرفة الشارقة اللي بدينا من خلالها زيارات تعريفية عن المنصة بدينا أيضا زيارات للاطلاع على أفضل الممارسات والاطلاع على أفضل النماذج المحلية العالمية والعالميه بشان المسؤوليه المجتمعيه للشركات بشكل عام عشان ناخذ منها افكار مفيده وايجابيه ونطبقها في منصتنا <تكتشفل> <تكتشفل> حياكم الله مشاهدينا الكرام طبعا وصلنا للفقره الاخيره لبرنامج سبعه على سبعه طبعا للمؤثرين في التواصل الاجتماعي دور كبير في تحريك المجتمع وكذلك في تغيير وجهات النظر. في الفترة الأخيرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي شفنا هذا التأثير يزيد للمؤثرين وصار هذا العالم مليء بالأمور الكثيرة اللي ممكن تغير المجتمع طبعا إلى الأفضل وأحيانا إلى الأسوأ لا سمح الله. اليوم راح نتعرف على خبايا مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ممكن هذه المواقع أنها تؤثر على المجتمعات وتحسن كذلك من أداء وكذلك كيف ممكن الناس تتشهر بالطريقة الإيجابية مع اثنين من مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذة جهاد زكريا بلوغر ومصممة أزياء أهلا وسهلا فيك أهلا بك وكذلك الأستاذة أحلام عادل أهلا وسهلا فيك أهلا بحضرتك سعداء بتواجدكم معنا وحياكم الله في دولة الإمارات في قناة الفجيرة أستاذة أحلام في البداية نبدأ معاك شلون نتكلم عن العناصر اللي ممكن تجذب الناس آه والمؤثر كيف ممكن ياثر على الناس ايجابا في مواقع التواصل الاجتماعي. بص هي الحاجه اللي بتخلي الناس تتشدلك لك وتبقى متابعاك يوم بيوم وتخليك تكبر وتعلى ان انت تكون طبيعي قوي وتكون تلقائي بتقدم حاجه مختلفه عندك فكره مش جاي يعني مش جاي تقول كلمتين وتمشي لا انت جاي فعلا عندك فكره وهدف تقوله. جميل جدا. استاذه احلام آه عفوا استاذه جهاد لو نتكلم عن الامور اللي ممكن على المؤثر كيف يقدر ياثر على الناس شو التحديات اللي تواجهها طبعا في تحديات كتير بتاثر على اي حد كبلوجر اللي هي الانتقادات ممكن تبقى الانتقادات ايجابيه ممكن تصير الانتقادات تبقى سلبيه فبتاثر على آه على شخصيتنا كبلوجر فاهم حاجه نقدم حاجه ايجابيه تخلي الناس تبقى مبسوطه بيها وتبقى مختلفه وتبقى مميزه فنخلي كل الناس تبقى مبسوطه بالشيء اللي احنا بنقدمه واهم حاجه طبعا الانتقادات دي فاحنا بنخلي بالنا بيها عشان محدش يقدر ينتقدنا وتبقى حاجه ايجابيه للناس ممتاز أحلام لو نتكلم أن كثير من الناس يركزون على المتابعين إنه يشوفون عدد المشاهدات يركزون على عدد المشاهدات فهل هو مقياس عدد المشاهدات ولا؟ هو العدد مهم لأن أنا لو يعني أعرف الشخص بيجيب أرقام إيه بيحقق إيه بس طبعاً الأكتر المهم هو الكونتنت اللي بيعمله المحتوى اللي بيعمله بيعمل محتوى شكله إيه لأن في محتويات مش مش قوي بيجيب برضو مشاهدات فدي مش مطلوب أصلاً إحنا نكمل فيها لانه هو مش قياس يمكن هذا السؤال كذلك بيرجع للاستاذ جهاد لو نتكلم اليوم ممكن نشوف فيديو ما له اي معنى وكذلك مش كوميدي ابدا لكن عفوا على هذه الكلمه في فيديو عادي الناس تتداوله ومشاهداته بالملايين في المقابل نشوف فيديو هادف مشاهداته ما مش يتعدون العشرات هو مش مقياس صحيح صح طبعا اكيد مش مقياس نهائي بس كيف الانسان الناجح اللي عنده طريقه جميله واللي عنده اداء جميل يقدر يجذب الناس يقدر الناس تتابع فيديوهاته الهادفه نبدا معك ان هو يقدم محتوى حقيقي محتوى ناجح ويبقى ليه هدف زي مثلا انا بقدم المحتوى بتاعي في, الديزاينر وفي الفاشن قماشات بجيب ماتيريال من مكان لمكان بعرف الناس ايه القماشات اللي الموجوده الجديده الديزاينات اللي تخص المحجبه الحاجات دي بتبقى هادفه بتبقى بتعمل مشاهده عاليه وفي نفس الوقت هادفه وصالحه للبنات المحجبات فاهم حاجه طبعا الفيديو يبقى كويس وصالح وما يبقاش مدي انتقادات سلبيه جميل استاذ احلام للاسف كثير من اللي يتابعون المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي يريدون يقلدونهم ما يعرفون ان هذول الممثلين قاعد يصورون جزء من حياتهم ما قاعد يصورون كل حياتهم مش مش كلها فكل انسان في جانب مشرق في حياته وفي تحديات تواجهه نحن ما نبي نبين للناس ضعفنا ولا نبين للناس تحدياتنا نحن نبين جانب واحد للناس صح فالناس اللي ينخدعون <applause> للمشاهير وطبعا انتم بتبينون لهم ان هذه مش حياتكم صح. ككل فالرساله اللي توجهينها لهم بص احنا طول الوقت دايما ناكد عليهم إنه احنا بنبين الجزء الكويس عشان ما ينفعش نشارك معاكم الجزء الصعب فخدوا الحلو وسيبوا الوحش وخلينا نفضل نكمل مع بعض يعني بتفاؤل وبايجابيه لانه اكيد الحياه مش طول الوقت وردي وجميله لا احيانا بتبقى فعلا مظلمه ومش احسن حاجه بس علشان نقدر نكمل ونديكم الطاقه دي محتاجين شويه وقت مش اكتر بس فعلا الوقت شيء اساسي ومهم. جهاد لو سالتك اليوم المؤثرين هل على المؤثر انه يركز على موضوع معين او على تخصص معين ولا انه يكون شامل يتكلم في كل الامور؟ لا طبعا لازم يبقى يكون في كذا هدف عشان حتى الناس ما تملش، انت لو فضلت مركز مع حاجه واحده البلوجر البلوجر لازم يبقى عنده كذا هدف واحد واثنين وثلاثه عشان المشاهدين ما يملوش. ويبقى فيه طاقة إيجابية كتير فيحسوا إن هم فعلا بيتابعوا حد مؤثر في حياتهم، لو ركزت مع حاجة واحدة هم مش هيبقوا مبسوطين أكيد، لازم أركز في كذا جانب وكذا هدف عشان يقدروا يستفادوا مننا وفي نفس الوقت ما يملوش. فعلا أحلام ممكن اللي يميز مواقع التواصل الاجتماعي قربها للناس صح وقرب هذا المؤثر مع جمهوره، الجمهور يتفاعل معاه. فنشوف بعض مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي خذوا حيز ثاني صاروا بعاد. خلوا في مساحه بينهم وبين جمهورهم، مم. هل هذول راح ينجحون؟ بص هو اللي بيكمل هو اكتر حد قريب للناس، لانه الناس بتقدر زي ما علتك تقدر ترجعك تاني، فهم بيحبوا قوي ان انت تفضل قريب مني مهما حصل، سافرت رحت فين، مش معنى ان انت عليت ان انت تبعد عني، ان انا في الاول والاخر بتابعك يعني يومي مرتبط بيك قوي. وهذا اللي يخلي ممكن الانسان يستمر انه يكون نمبر 1 على طول. بزد. بزد. جهاد ممكن لو نتكلم كذلك بما انك انت في عالم التصميم هل يعني جمعتي بين عالم التصميم وعالم مواقع التواصل الاجتماعي وخليتي شهرتك تاثر ايجابا على تصاميمك او على اعمالك الحره؟ بصراحه اه يعني انا لما بقيت بلوجر حوار ان انا ابقى ديزاينر اتشهرت اكتر وبقيت مؤثره اكتر لان البلوجر هي اللي بتاثر في الناس اكتر من تبقى مصممه ازياء لان بقيت في وسط الناس بقيت بسمعهم وبشوف اكتر حاجه هم بيحبوها ايه واكتر ديزاينات اللي هم بيتاثروا بيها ايه فبلوجر ومصممه ازياء بتنجح اكتر لما يبقوا الاثنين مندمجين في شخصيه واحده ببقى مع البنات اكتر وعارفه ايه الحاجات اللي بيحبوها وايه الحاجات اللي ما بيحبوهاش إيه. فطبيعي هنجح اكتر في شغلي لما ابقى بلوجر ومصممه ازياء احلام اكيد هذا السؤال كذلك للجهاد انتم بما انكم انتم مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ولكم شعبيه كبيره في ايجابيات وفي سلبيات مم. ممكن السلبيات ان الخصوصيه شويه تكون معدومه الحقيقة. الواحد ما ياخذ راحته في الاماكن مم. العامه فلو نتكلم عن هذا الجانب هل تكيفتم معه عادش احلام في البداية؟ بصي هي بالوقت يعني انت في وقت خلاص اتعودت ان ده شكل الحياه ده اللي هصوره وده اللي مش هصوره اه انت مضطر في اوقات كثيره قوي تبقى قاعد طول الوقت بتصور للناس ما تبقاش عارف اصلا تتبسط من ورا الموبايل خالص فهي بس مع الوقت لو حد تكيف مع الامر هيلاقيه لطيف برده ومعادش انت كيف؟ انا تكيفت على الحوار صراحه بقي الحوار بالنسبه لي طبيعي يعني بشوفهم عارفيني وجايين يتصوروا معايا وقاعدين مع بعض بقيت بقى طبيعيه يعني بس ما في الاحيان الانسان يحتاج يعيش الشيء مع نفسه يعني يبتعد عن مشاركه المجتمع له دي حقيقه في تفاصيل الحياه دي حقيقه بتحس ان انت عايز تبقى في عزله شويه بعيد عن الناس شويه بعيد عن الضوء عشان تبقى مرتاح شويه بس انا 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 كجهاد مبسوطه خلاص يعني وكذلك انت أه أه هل استفدتم من هذه المواقع اللي لما وصلتم للارقام اللي وصلتم الى والتاثير هي بقت كارير يعني هو ده بقى شغلي ان انا اقدم كل جديد سواء افكار فيديوز سواء صور في كل حاجه يعني كمان يعني لسه جهاد لسه معلماني من فتره ادت مختلف حاجات جديده مواقع نخش نتعلم مونتاج فهو ده من متى تعرفين جهاد من سنه من سنه, من سنة؟ بس هي اصلا يعني البراند بتاعها عندنا في مصر كبير جدا ما شاء الله فبالنسبه لي هي اسم كبير كيف العمل مع احلام اكيد مبسوطه طبعا هي من الشخصيات الناجحه وبلوجر مشهوره قوي عندنا في مصر بالبلوجر الفكاهيه اللي بتضحك الناس وبسيطه يعني بتقدم حاجات بسيطه يقدر كل الكاتيجري يتفرجوا عليها ويتابعوها مش مش معين. انا انا خذتني الاسئله على طول قاعده اسالكم بما انكم انتم جايين رحله لدوله الامارات هذه اول زياره لكم ولا لا كيف انا اول مره انت اول زياره م. كيف كانت اول زياره لك لدوله الامارات أه لا لا حاجه ما حصلتش انا ماشي اصلا اصور طول الوقت على طول طول الوقت ماسكه الموبايل بصور شو الاماكن اللي رحتوها أه دبي مول هو انا رحت اماكن كده. برج خليفه صورت برج خليفه تحفه تحفه آه. كان جميل وانت طبعا اول انت كنت المشهد السياحي لاحلام بالظبط اه كيف كانت الرحله بشكل عام؟ آه الرحله المره دي مختلفه جدا وحلوه قوي استمتعنا لان انا كنت جيت آه خمس مرات دي المره السادسه فعرفت اماكن كتيرة فبقيت باخدها ونخرج ونتفسح النهضه العمرانيه في دبي رهيبه يعني حقيقي نتبسط بالصور هنا في اماكن كتير حلوه ومختلفه مش موجوده عندنا في مصر وفي اماكن بحس انها قريبه من مصر فهيستمتعنا المره دي احنا اصلا قريبين من مصر روحا وجسدا اكيد و يعني. احنا بنحس كده فعلا فنحن اصلا دولة اقرب دوله ما يكون لمصر نفسها دي حقيقه آه ومصر هي يعني انتم موجودين بين اهلكم وناسكم نحن آه 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 يعني كيف ما اقول لك فنشوف المصريين هم اللي علمونا وهم اللي مرسل اعطونا امور كثيره للحياه فنحن ومصر واحد ما في فرق شكرا وانا ما زوال. بقول انتم في بلدكم الثاني انتم في بلدكم الاول لأننا نحن روحين في جسد واحد هذه اول زياره لكم للفجيره اه لازم تستمتعون لان الفجيره ممكن تفاجاتوا منها جبليه اه اه الساحل عندكم حقيقي اه ذهب اول ما شفت قلت وشرم الشيخ حقيقي قلنا لازم كده. انتم تيونها الصبح لانكم انتم جايين المساء الحين فنتمنى انكم تيونا الصبح رحل. ان شاء الله ان شاء الله تستمتعون بالمناطق الجبليه نرجع لموضوعنا مم. هل تطولون لما تختارون موضوع فيديو معين انكم تاثرون فيه على المجتمع ولا هو يطلع بشكل عفوي؟ بص انا عشان شو يعني هي قلت لك جهاد ليها في التصميم وكده فشغلها مختلف عني لا انا لازم بكون كاتبه ان انا هعمل حاجه تناسب الاوقات يعني العيد كذا المناسبه كذا احنا كمصريين بنحتفل بكذا وفي حاجات بتطلع كده جميل يعني حاجه عجبتني فطلعت كده للناس وبالنسبه لك احلام لا كل حاجه لازم اكتبها كل شيء لازم تكتبيه بالضبط الفكره لازم اكتبها لا انا هصور الورشه وهم شغالين هصور الفستان وهو لسه بيتعمل بعد ما اتعمل هنجيب بنوته تلبس الفستان لا انا اللي ممكن البس التصميم بتاعي فحقيقي كل حاجه بكتبها وبعملها ما بتبقاش عفويه نهائي مني هاي صعبه شويه <applause> ياخذ وقت عكس احلام اللي هي على طول بشكل مباشر تطلع الفكره تصورها بالظبط وتنتجها شو اللي تطمحون لانكم توصلون له في المستقبل؟ بص باذن الرحمن في كده خطه ان احنا يعني نفتح شركه كبيره ليها علاقه بانتاج الفيديوز بشكل بروفيشنالي اكتر تجمع كل البلوجرز ان شاء الله تعالى بصراحة أنا نفسي أفتح فرع هنا ليا في الإمارات، أنا حاسة إن الأسعار هنا عالية شوية، أنا أقدر أوفر هنا أسعار أقل بكتير، فأنا هدفي إن أنا برضو أساعد الإماراتيين لأنهم قد إيه هم قلب فل، وقد ايه هم كويسين وشعب حلو قوي وابقى فخوره طبعا ان انا يبقى لي فرع هنا وبراند هنا موجود عندكم ان شاء الله ما يكون لك هنا بس يكون لك على مستوى صحيح. العالم يا رب كامل استاذة احلام استاذة جهاد عفوا زكريا وكذلك الاستاذة احلام عادل استمتعت بهذا اللقاء الخفيف والسريع معاكم اتمنى لكم رحله ممتعه ورحله سياحيه في بلدكم وان شاء الله تعالى نشوفكم في لقاءات ثانيه شكراً, شكراً, شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا الكرام عمتم مساء في امان الله ورعايته